مسكت الكاميرا وصورت، اذا ما وثقت انا اليوم هذا الجحيم الروسي والجحيم النظام السوري على هذا الشعب، فراح يعني راح يختفي مع التاريخ. Filmed in high definition, the tragedy of Aleppo unfolds before our eyes. With the besieged, rebel-controlled part of the city considered too dangerous for Westerners, it's a network of local activists and citizen journalists called the Aleppo Media Center who risked their lives to film these scenes that are then broadcast around the world. كتير من الأحيان إنه بنكون متوجه إنه لمكان القصف بكون إنه ترجع بتكرر الغار على المكان نفسه. The images of Aleppo by drone showing the miles and miles of devastation are both breathtaking and heartbreaking. Most of them are filmed by this man, Hasan Katan. A law student when the conflict erupted, he's now a filmmaker with the Aleppo Media Center. Every shot he takes brings him a mix of emotions. صراحة شعور متضارب كثير بهذا الموضوع هذا، انه انت بجوز بلحظة معينة انه تفرح حالك انك اخذت صورة بتكنيك عالي جدا بكادر ممتاز بنقاط قوة كبيرة، بس بالاخير انت عم تصور مأساتك، انت عم تصور وجعك وعم بتطالع، فمستحيل انك تفرح. يعني صدقني هو عبارة عن شعور بالرضا انه انت تطور ادائك فقط، مو اكثر من هيك. Mustafa Al-Sarout used to be a tailor before the revolution. He now also works as a cameraman for the Aleppo Media Center. His footage of five-year-old Omran Dekhniş sitting dazed in the back of an ambulance went worldwide. هذا الفيديو كان كتير مؤثر لي وكان أخذ صدى عالمي كتير بسبب صدمة عمران سكوته. يعني أنا انصدمت يوم اللي كنت عم بصوره. إنه هذا الطفل إنه شيء الشيء اللي ما خليه يبكي أو إيش الشيء اللي شافه وما بكي، ما بعرف، إنه كان صدمته كتير غريبة عمران. But there are many Omrans in Aleppo, and each time there's an attack, the journalists are torn about how to behave. بالحقيقة في صراع بصير جواتي أنا كشخص لما بكون في منطقة فيها مجزرة، لما بشوف ضحية وأنا قدام أمرين. إما أن أوثق هاي الضحية وأصور هذا الحدث البشع، أو إما أكون إنساني وأتعاطف مع هاي الضحية وأسارع بإنقاذها. غالباً أنا بصور وما بتدخل إنسانياً ولا بساعد الناس، بس في أحياناً بعض الحالات بتفرض عليك أنك تشرف الكاميرا على الزي وأنك تساعد في إنقاذ هاي الضحية. The group upload and share the videos they film. Despite the lack of action by the international community so far, they still hope their images can and will make a difference. هاي الكاميرا في وراها كتير خطورات. هذا سلاح هو السلاح الفتاك اللي بوصل الصوت العالم كله. هذا السلاح أنا شلته، ما شلته هيك إنه بس أنا شايل الكاميرا، أنا شلته بس لوصل الصورة للعالم كله ومعاناة الناس اللي موجودة معي هون في مدينة حلب.